أوامر القائد صار فيك تقوم من محلك. أوامر القائد صار فيك تقوم من محلك. يا بنت يا بنت انطريني. بليز بليز فيكي تساعديني نفتش على القائد؟ شو ليش بدك تفتش على القائد؟ لأنه كثير عم يأمرني أوامر. هي شو عم تعمل؟ هلا صرت أنا القائد. لا أوامر القائد ما تحكي ولا كلمة وجمادي محلك. فيكي تتحركي من محلك، أنا رح كون قائد منيح وبين لكل العالم إنه القائد فيكون منيح كثير. ليش بدك تكون قائد منيح؟ ما تنسى هي كانت عم تعذبنا كثير بأوامرها، لازم تنتقم منا أنت. أنا فقدت الذاكرة ونسيان شو كانت تعطيني أوامر. على كل حال خليني أجرب كون منيح، أفضل لإلكن وإلا. نسيان لما ما خلتنا ناكل وخلتنا جوعانين؟ يا خيي الله يسامحها، شو بدنا نعمل؟ مايكل بما إنه صرت أنت القائد ليش عم تسترجع الناس اللي اختفوا اللي ما نفذوا اوامر القائد واختفوا؟ ليش هن ما ماتوا؟ لا فيك تسترجعهم بس فيك تسترجعهم مره واحده بس انتبه. ايه اكيد بدي ارجعهم انا قائد منيح رح خليهم كلهم يرجعوا. لا لا ما تردهم هلا بتردهم بعدين بركي خسرت حدا تاني بيعز عليك. انا قائد منيح ما رح اعطي اوامر صعبه كرمال هيك ما رح اخسر حدا رح ردهم كلهم هلا. بما انه انا قائد منيح قدرت ردكم كلكم وهلا رح ضلني قائد منيح بس لازم تنفذوا كل الاوامر اللي بقولها اوكي الا انت تعي معي تعي معي اوامر القائد تعي معي. شوفي طلبت وراي لحالي ليه لحالي يعني شو بدك؟ انت بنت كتير حلوه وانا معجب فيكي كرمال هيك رح اعطيهم كلهم اوامر سهله من وراكي. يا عن جد انك كتير منيح ميرسي. طلع مايكل معجب فيي لازم استغل الفرصه لحتى تحافظوا على جسمكم وبما انه انا قائد منيح اوامر القائد كل واحد يشرب انيت المي. يي كتير سهلة هالاوامر يا ريت كل الاوامر مثل هالاوامر. وكمان لحتى يكون عندكم جسم حلو لازم كل واحد منكم ياكل حبة افوكا. بس انا ما في اكل افوكا عندي حساسية من الافوكا. ما بعرف بس هيدا امر لازم تنفذوا ضروري. سوري ما رح اقدر. انت قائد مش منيح خليتنا نخسر اول صديق لنا. مبلا انا قائد منيح ما كنت عارفين. على كل حال حتى تشوفوا انه انا قائد منيح اوامر القائد كل واحد بيجيب هدية لصديقه المفضل. يس الله يخلينا هالقائد. تفضلي انت صديقتي المفضلة. واو شو جبتيلي؟ واو كتير حلو عن جد ميرسي عن جد هذا القائد كتير منيح. مايكل تفضل. شو؟ هلا انا صديقك المفضل؟ ايه. طب كيف كانوا العالم عم بيقولوا لنا انه نحن كنا اعداء وكنتي تعطيني اوامر صعبه؟ لك العالم كتير بتغار منا، ما كانوا يحبونا نكون اصدقاء، كرمال هيك كانوا على طول يحاولوا يفرقوا بيناتنا، بس انت اوعى تصدق حدا، اوكي؟ شكرا كتير كتير على الهديه. أنا كل الوقت كنت حاسك منيحة، ما شفت منك شي بيأذيني. افتحها وخبرني إذا حلو، أوكي يلا باي. أكيد. بابا فيك تعطيني مصاري بدي أشتري هدية لرفيقي المفضل. هدية؟ هلا وقت هدية؟ لا يا حبيبي ما معي مصاري تصرفن على أشياء سخيفة. لا يا بابا اعمل معروف لازم أجيب له هدية ضروري. روح من وجهي يا ولد. لو كنت شاطر بالمدرسة كنت عطيتك، روح دراس. أنا أكيد ما راح أقدر أجيب هدية لصديقي المفضل. أكيد رحت علي. أنا ما حدا جاب لي هدية؟ ما حدا بيعتبرني صديقته المفضلة؟ شفتوا إنه أنا قائد منيح؟ خليت كل واحد يجيب هدية لصديقه المفضل. إيه بس محمد اختفى ما قدر يجيب مصاري ليشتري الهدية. إيه بس أنت كل ما تجرب تعمل شي منيح معنا عم نخسر حدا من أصدقائنا، يعني يا ريت هذا المنيح كله ما بتعملوش من الأصل. يا الله ما عم تزبط معي كون قائد يا امي، دايما عم بعطي اوامر سهله بس العالم ما عم تقدر تنفذها. يمكن انت منك القائد المثالي، لازم تعطي الخاتم لقائد بيعرف يميز الخير من الشر. طيب ومين هو هيدا القائد؟ جرب اعطيني اياه الي اكيد ما رح تندم. لا فضل يضل معي وانا رح اقدر لحالي اعمل اوامر منيحه، انا بعرف شو اعمل وهلا رح خلي البلد يصير احسن. اوامر القائد ممنوع حدا يكذب. هاي داد. شو هاي داد؟ ما هاي داد وين كنت؟ كنت بال ما تكذبش القائد هذا ممنوع الكذب.
رحت انا ورفقاتي. لوين رحتوا؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ كنا عم ندخن. عم ندخن؟ عم ندخن؟ عم ندخن؟ بما انه القائد قال له ما نكذب، قولي لي انت ليش مرفقتيني وبتحبيني؟ انا رفيقتك عشان معك سيارة حلوة، وعشان فيك اصدر معك، وعشان انت غنية. انا كنت عارفة هيك من الاول. ما علي، اخسر رفيقة احسن ما اخسر حياتي. نتالي عم بتدق؟ الو؟ هاي ماريا، انا جاية لعندك اليوم. لا ما تجي. ليه؟ ما اللي خلقك اليوم. اوه، هيدا الامر كان كتير منيح، العالم كله صادقة. مايكل، مايكل، اختك اختفت. اختي؟ كيف؟ سألتها اذا هي اخذت مصاري من جزداني وقالت لي لا، وفجأة اجيها صوت قوي واختفت وماتت. كمان ما نجحت الخطة يكونوا الكل صادقين، وبعدني عم بخسر رفقاتي. يا ريت ما استخدمت انه ردهم، كنت هلا رديتهم، كنت على القليلة رديت اختي كمان. طيب هلا اوامر القائد، ما حدا يصرف مصاري. كذب، كل العالم بتكذب، بس اذا ما بيصرفوا مصاري فيهم يدبون، اكيد رح تنجح هيدي. يلا يا تلاميذ، اليوم اخر نهار لحتى تدفعوا $50 للي بده يروح على الرحلة. نسيت انه القائد امر انه ما نصرف مصاري، بس سوري انا ما رح اقدر اروح على الرحلة، وانت بكرهك يا قائد. سمر سمر، عرفتي انه بالشقين عاملين عرض على التياب كلها بس كل قطعة $5؟ يا عم تمزحي، كانوا كتير غاليين، كنت حقوا $50. ايه يلا قومي رح نشتري. بس ما فينا نشتري. نسيت. يا الله على القائد. ايه، وكمان يوم عيد ميلاد امي، مش رح فيه اشي لكيك منك لالله يا قائد. هلا مضطر روح ماشي على المدرسة لانه ما فيي ادفع للتاكسي، شو هالامر هيدا؟ يا قائد يا قائد. ايه انت الشخص اللي عطيتني الورقة، وين كنت مختفي؟ كنت مسافر على الارجنتين وعم نفذ كل الاوامر اللي اعطيتني اياهم. انت كنت مسافر على الارجنتين عم تنفذ كل شيء انا عموله؟ شو اللي رجع جيبك لهون؟ انت قلت لنا انه ممنوع نصرف مصاري، فانا رجعت لانه برا ما في اعمل شيء بلا مصاري. صح معك حق. شو بدك هلا؟ بدي اياك تعفيني من الامر. انت معفي من هالامر، انت كنت حدي صديق، روح ارجع وين ما بدك. شو رايك نروح نتغدى بمطعم؟ ما بقدر اصرف مصاري. ما تخاف، على حسابي انا القائد سمحت. الله يخلينا اياه. يلا. كيف كان اخر امر؟ كتير منيح، كلكم نفذتوا الامر وما صار شيء، وهلا بما انه انا قائد منيح راح اعطيكم امر جديد. انا شخص ايجابي وبدي اياكم انتم تصيروا ايجابيه، فاوامر القائد تقولوا ايه على كل شيء. يا صبايا ان شاء الله العالم ما يعرفوا شو امرنا القائد، بصيروا يستغلونا ان شاء الله. صح. باي ماما، انا ظاهرة مع رفقاتي. ظاهرة مع مين؟ مع رفقاتك كمان؟ لا اكيد ما ممنوع تظهري مع حدا، علاماتك بالمره هيدا الشهر، فوتي ادرسي بسرعه. اوكي ماما، خلص درسي، سفي اطلع لبرا. ولا كلمه لمار، فوتي لجوا. شو بكير؟ شو بكير مش عم تعرفي تحكي؟ كلمة شي كلمة. شو عم خلتني احكي؟ واو كتير حلو جزداني، فيكي تعطيني اياه؟ ايه تفضلي. ايه خي، عوان رايح؟ عندي فحص كتير مهم قبل مسافة. شو بدك بالفحص يا زلمة؟ تعال روح ناكل انا وياك منقوشة. شباب وصبايا بدكم نغني لكم؟ بس صوتك مش حلو. يا الله، بس مجبورين نقول لك ايه. يلا بلش. ما بتركك ما زال في روح، ما زال في نبض بقلبك. بما انه كلهم رح يقولوا ايه، انا عرفت شو اعمل. ماريا شو رأيك تصيري حبيبتي؟ اوكي. عجل عجل، وقف هيدا الامر، العالم عارفه انه لازم نقول على كل شيء وعم يستغلونا. عن جد؟ اوامر القائد، كلكم تروحوا على البيت وممنوع حدا يطلع منه. هاي حياتي. هاي حياتي، كيف؟ شو بدك نظهر اليوم؟ سوري بس اليوم ما في اظهر. يا الله انت وعدتني. شو لهيئة بابي منعك تطلع من البيت او انت صاير بخيل؟ على كل حال بطل بدي اكون معك، باي. لك لا لا، انطريني شوي. احسن شيء بما انه ما في اطلع اليوم من البيت روح العب بلاي ستيشن.
يين قطعت الكهرباء ودي جونتير برات البيت، هلا شو بدي اعمل؟ كثير زهقت، ما في حدا العب معه ولا اتسلى معه، كلهم ببيوتهم فيش الا انا برا، بس ما فيي غير الامر هلا، خليه ياخذ مفعوله. الما عاملين عرض على البيك تيستي بس ب 405,000، بدك تروحي معنا ماما؟ اول شيء انا مقاطعه، وثاني شيء القائد قال لنا ممنوع نطلع من البيت. يا الله، بس ضربنا القائد بالبيت، اجت نانسي عجم على الضيعه، شو هالحظ هيك؟ كيف بدي اشوفها هلا؟ انا طالع من البيت، مش رح اقبل حبيبتي تتركني.